بفرقاء الغانين من دوب إقليمي التعاون الوطني برحامنا. حضورنا اليوم حول انطلاق المشروع جيال المساواة الذي يعني تشرف عليه وكالة التنمية الفرنسية وكذلك الخبراء الفرنسيين بشراكة مع جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة، ويندرج هذا المشروع في إطار اختصاصات مندوبية التعاون الوطني على صعيد إقليم رحامنا. كما تعلمون فإن التعاون الوطني هو فاعل عمومي أساسي في مجال المساعدة الاجتماعية، ويعمل على تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لأربع فئات، منهم الأطفال في وضعية صعبة وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، ونجد ضمن هذه الفئة هنالك النساء في وضعية صعبة. فهذا المشروع يندرج في إطار تأهيل وتقوية القدرات بالنسبة للنساء، وذلك تماشيا مع إعلان مراكش وكذلك مع استراتيجية جسر لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتفعيلا للبرنامج عمل مؤسسة التعاون الوطني من خلال تحسين قدرات النساء في وضعية صعبة وكذلك العمل على إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع. وشكرا. طبعا نعيش اليوم فعالية لقاء انطلاقات مشروع نعتبره في جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة، مشروع استراتيجي وهم يستهدف تأهيل فضاء مركز شروق من أجل ضمان خدمات متكاملة منسجمة ومستدامة أيضا لفائدة النساء ضحايا العنف والناجية منه. طبعا هذا اللقاء انطلاقة سيعرف عدد من المداخلات، على رأسها مداخلة رئاسة المحكمة والنيابة العامة والتعاون الوطني، وسيعرف هذا اللقاء أيضا الإعلان عن خطة ترابية لمناهضة العنف ضد النساء سيتم تفعيلها بشراكة مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وعلى رأسهم المحكمة رئاسة ونيابة عامة. إذا اليوم سنعيش حدثا متميزا على مستويين. المستوى الأول هو انتقال مركز شروق من الخدمات، من تقديم الخدمات بشكل هاوي إلى تقديم خدمات بشكل محترف ومنسجم ومستدام أيضا، وأيضا سننتقل في مجال مناهضة العنف ضد النساء من مجال التدبير اليومي إلى مجال الخطة الترابية المتكاملة المبنية على المؤشرات وعلى النتائج، مبنية على توزيع المهام بين المتدخلين في إطار التقائية الفاعلين والمتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء. إذن هذه مناسبة، والمناسبة تشرط أن نشكر جميع الشركاء ديالنا وعلى رأسهم سيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقي علامات، وقدمه النيابة العامة ببن قرير لفائدة جمعية شروق ومركز إيواء ومركز استماع التابع لها ولكل مراكز استماع النساء ضحايا العنف، وعلى حرصه على تجويد خدمات هذه المراكز وتجويد الفعل المرتبط بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بإقليم رحمنا. كما عبد الغني الحمداوي مدير الفضاء متعدد الوظائف للنساء شروق بن قرير، اليوم كنت واجدوا في هذا اللقاء هو لندوة لإعطاء انطلاقة مشروع تأهيل الفضاء، وهذا المشروع يأتي في إطار برنامج أجيال المساواة بشراكة مع إكسبيرتيز فرانس وبتمويل من الوكالة التنمية الفرنسية. هذا المشروع هذا كيهدف إلى تأهيل الفضاء على المستوى الهيكلي والمستوى تقوية القدرات العاملين، وأيضا من أجل إعداد بروتوكول خاص بالفضاء، يعني في عدة أنشطة وعدة برامج اللي غتجعل المركز أنه رائد على المستوى جهة مراكش أسفي بل على المستوى الوطني، خصوصا أن الفضاء أصبح من الفضاءات متعددة الوظائف اللي الآن رائدة على مستوى الجهة. شنو هما الأحداث والتغييرات الدائمة والإيجابية للنساء بخصوص هذا المشروع الافتتاحي؟ التغييرات الدائمة هو أن النساء اللي غادي يجيو هنا للمركز المرأة فاش غتدخل ما غتخرجش كما دخلات، بل أننا كنهدفوا أننا باش نستقبلوها طمأن أنها غتخرج بواحد المشروع خاص بها، وأنها تكون مدمجة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. المشروع غادي يكون على مدار سنة؟
هذا المشروع المدة ديالو 18 شهر وقابل للتجديد على حساب يعني على حساب الخصائص والحاجيات ديال المركز. رسالة للنساء. كنقول للنساء انهم على مستوى جهه مراكش اسفي ان كاين واحد الفضاء اللي كيستقبلهم ويقاويهم وتكفل بهم. اي امراه تعرضت للعنف او في حاجه انها تستفد من الادماج الاقتصادي والاجتماعي والدعم القانوني فمرحبا بها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.